السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في تمرين جديد من تمارين درس اتصال دالة عددية. في هذا التمرين غنحاولوا نشوفوا كيفية تحديد صورة مجال بدالة عددية. إذا السؤال يقول: حدد صورة المجال إي بالدالة إف في الحالات التالية. إذا باش نحدد صورة مجال، خصني أول حاجة نحدد الرتابة ديال الدالة، نعرف الدالة واش تزايدية أو تناقصية. إذا نبدأ بالحالة الأولى، إذا F بريم كتساوي لنا الجذر مربع إكس كاري زائد ثلاثة بريم. إذا الاشتقاق ديال جذر F كما كنعرفو فكيساوي لنا F بريم على جوج جذر F. إذا F بريم هي إكس مربع زائد ثلاثة بريم على جوج جذر اكس مربع زائد 3. اذا الاشتقاق ديال اكس مربع زائد 3 كيعطينا جوج اكس على جوج جذر اكس مربع زائد 3. اذا كنخصص جوج جوج تيبقى لنا اكس على الجذر ديال اكس مربع زائد 3. اذا هنا خصنا نعرف الاشاره ديال اف بريم على المجال واحد زائد لا نهايه. اذا على المجال واحد زائد لا نهايه لدينا x أكبر قطعا من الصفر، وبالتالي f بريم اللي كتساوي لنا x على جذر x أس 3 x مربع زائد 3. إذا عندنا x موجب والمقام موجب، وبالتالي عدد موجب على عدد موجب هو عدد موجب. إذا لقينا بأن f دالة تزايدية، وبالتالي f ديال واحد جذر 6 شنو كتساوي؟ كتساوي لينا، إذا هنا الترتيب ما كيتغيرش، كتساوي لنا اف ديال واحد، وهنا المجال مفتوح كنديرو الليميت ديال جذر ديال اف عندما يؤول اكس إلى جذر 6. إذا كنحسبو اف لواحد، إذا كنعوضو هي الجذر ديال واحد مربع زائد ثلاثة، أي واحد زائد ثلاثة أي الجذر ديال ربعة اللي هو جوج، والليميت ديال إف ديال إكس في الجذر ديال ستة. إذا هو إذا كنعوضو مباشرة هي الجذر ديال، إذا جذر ستة مربع زائد ثلاثة، إذا جذر ستة مربع زائد ثلاثة هو ستة زائد ثلاثة أي جذر تسعود هي ثلاثة، وبالتالي إذا كيجينا هنا جوج ثلاثة. إذا دائما إلا كان المجال مفتوح تيبقى مفتوح، إلا كان مغلوق تيبقى مغلوق، ومن كيكون عندنا الدالة التزايدية الترتيب ما كيتغيرش. نشوفوا الحالة الثانية، إذا نحسبوا اف بريم إذا المشتقة ديال الدالة بشكل عام يو على في، إذا هي المشتقة ديال U بريم V ناقص V بريم U على V مربع. إذا هي المشتقة ديال جوج إكس زائد واحد بريم مضروبة في إكس ناقص جوج ناقص المشتقة ديال إكس ناقص جوج في جوج إكس زائد واحد على إكس ناقص جوج أس إتنان. إذا عندنا المشتقة ديال جوج إكس زائد واحد هي جوج، كيبقى لنا جوج عامل إكس ناقص جوج ناقص جوج إكس زائد واحد، لأن المشتقة إكس ناقص جوج هي واحد على إكس ناقص جوج الكل مربع. إذا نديرو النشرة، إذا جوج في إكس هي جوج إكس، جوج في ناقص جوج هي ناقص ربعة ناقص جوج إكس، إذا كنحيدو الأقواس ناقص جوج إكس ناقص واحد. إذا جوج إكس مشات مع ناقص جوج إكس ناقص ربعة ناقص واحد هي ناقص خمسة، إذا مباشرة غادي نكتب ناقص خمسة على إكس ناقص جوج أو كاري، وبالتالي هنا إف بريم راه دائما أصغر قطعا من الصفر لأن المقام موجب، وفي البسط عندنا ناقص خمسة. إذا الدالة، إذا إف
اف تناقصية على ناقص لا نهاية واحد. وبالتالي الاف ديال اذا صورة المجال ناقص لا نهاية واحد، هنا خصني نتابع شنو كتساوي. هنا كنقلب كتولي، كنبدا بالواحد ديال الاولى، كتولي اف ديال واحد ليميت ديال اف في ناقص لا نهاية المجال مفتوح. اذا نحسبو اف ديال واحد، كنعوضو في الدالة، اذا هي جوج في واحد هي جوج زائد واحد على واحد ناقص جوج، اذا هي ثلاثة على ناقص واحد، اي هي ناقص ثلاثة. اذا هنا غتجي ناقص ثلاثة، ونحسبو الليميت ديال اف في ناقص لا نهاية. اذا الليميت ديال اف في ناقص لا نهاية، اذا هي الليميت ديال جوج اكس زائد واحد على اكس ناقص جوج في ناقص لا نهاية. اذا دالة جذرية، اذا كتساوي لنا الليميت ديال الحد اللي عنده اكبر اس على الحد اللي عنده اكبر اس. اذا كنختزلو باكس كيبقى لنا جوج، اذا جوج. اذا هذا هو صورة المجال ناقص لا نهاية واحد بالدالة اف. إذا الحالة الثالثة f لـ x تساوي x مربع زائد واحد على x مربع ناقص واحد، المجال ناقص واحد واحد. إذا هنا غادي نحسبو f بريم، إذا f بريم، إذا عندنا u على v يعني مشتقة خارج دالتين، إذا هي المشتقة ديال البسط x مربع زائد واحد، إذا x مربع زائد واحد بريم مضروبة في x مربع ناقص واحد ناقص x مربع ناقص واحد بريم مضروبة في x مربع زائد واحد، إذن على مربع ديال المقام. إذن نبسط الآن الكتابة، إذن عندنا الشقاق ديال x مربع زائد واحد هو جوج x، x مربع ناقص واحد ناقص الشقاق ديال x مربع ناقص واحد هو جوج x x مربع زائد واحد على x مربع ناقص واحد الكل أس اثنان. إذا نبسطو الكتابة، إذا جوج x مضروبة في x مربع هي جوج x أس ثلاثة ناقص جوج x، ناقص جوج x مضروبة في x مربع هي ناقص جوج x أس ثلاثة ناقص جوج x في واحد هي ناقص جوج x. إذا جوج إكس مربع مع جوج إكس مربع صفر، ناقص جوج إكس مع ناقص جوج إكس هي ناقص أربعة إكس. إذا إف بريم دو إكس تساوي ناقص أربعة إكس على إكس مربع ناقص واحد الكل أس اثنان. الآن خصني نحدد الإشارة ديال إف بريم. إذا مادام المقام موجب فإشارة f بريم هي إشارة ناقص x. إذن غادي نديرو واحد الجدول، غادي نديرو فيه f بريم ديال x، إذا هنا ناقص لا نهاية زائد لا نهاية. غادي نشوفو f بريم في كتنعدم، إذن كتنعدم يعني غادي نشوفو ناقص x في كتنعدم، كتنعدم في الصفر. إذن غادي نديرو، إذن على اليمين الصفر كتكون إشارة أ اللي هي في هاد الحالة حنا كنحددو الإشارة ديال ناقص x، إذن إشارة أ هي ناقص، إذن هنا ناقص وهنا زائد. إذن غادي نلخصو داكشي توصلنا عليه في جدول. إذا عندنا f بريم ديال x، عندنا f ديال x ناقص لا نهاية ناقص واحد صفر واحد زائد لا نهاية. إذا عندنا هنا صفر، دالة حنا كيهمنا المجال ناقص واحد واحد، وبالتالي هنا كيمكن لي فقط ناخد المجال ناقص واحد صفر
واحد. إذن الدالة إف غير معرفة في الواحد، وكذلك في ناقص واحد وغير معرفة في الواحد. إذن هنا تنعدم. إذن عندنا ناقص زائد، إذن عندنا دالة تزايدية وهنا تناقصية. إذا خصنا نحدد إف ديال صفر، إذن عندنا الدالة إف دو إكس تساوي إكس مربع زائد واحد على إكس مربع ناقص واحد. إذن إف ديال صفر كنعوضو إكس بصفر غادي تجينا واحد على ناقص واحد غادي تجينا ناقص واحد. الآن دابا غادي نحددو ليميت ديال إف في ناقص واحد. إذن هي الليميت ديال إكس مربع زائد واحد على إكس مربع ناقص واحد في ناقص واحد. حنا عندنا المجال ناقص واحد واحد، يعني خصني نحدد ليميت إف في ناقص واحد على اليسار أو على اليمين، يعني إكس أكبر من ناقص واحد، يعني ناقص واحد بلوس. إذن إلا عوضنا فغادي تجينا جوج على صفر. إذا خصنا نعرف واش صفر بلوس ولا صفر موان. هنا كيمكن لي ندير واحد الجدول نحدد فيه الإشارة ديال إكس كاري ناقص واحد. إذا هنا هاد إكس كاري ناقص واحد كتنعدم في ناقص واحد وفي الواحد، الإشارة تكون زائد زائد ناقص، وبالتالي حنا كندرسو في هاد المجال هذا. إذا فعلى اليمين يعني هنا كندرسو ملي كتكون إكس أكبر من ناقص واحد كتكون عندنا سالبة، يعني يكون عندنا واحد على صفر موان أي ناقص لا نهاية. نفس الشيء ليميت ديال إف في الواحد موان، يعني في هذا المكان هذا، يعني إكس أصغر من واحد. إذا هو الليميت ديال إكس كاري زائد واحد على إكس كاري ناقص واحد في واحد موان. غيجينا هي واحد على زيرو موان، أي غيجينا ناقص لا نهاية. إذا غيجينا هنا ناقص لا نهاية وهنا ناقص لا نهاية. الآن دابا غادي نحددو الصورة ديال إف ديال ناقص واحد واحد. إذا هنا شنو غادي نديرو؟ حنا عندنا الدالة التزايدية وتناقصية، يعني ما عندناش واحد يعني موجبة قطعا أو سالبة قطعا. فهنا شنو كنديرو؟ كنديرو الصورة ديال هاد المجال شنو كتكون؟ كتكون هي القيمة الدنيا والقيمة القصوى، يعني المين والماكس ديال إف على المجال ناقص واحد واحد. إذا القيمة المجال المفتوح، إذا كان عندنا المجال مفتوح كنديرو مفتوح، إذا القيمة الدنيا هي ناقص لا نهاية والقيمة القصوى ناقص واحد. إذا هذا هو صورة، إذا هذه هي صورة المجال ناقص واحد واحد بالدالة إف.